الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، أشكر وأزداد شكرا لإخوتي الذين يصبرون على الطلب، وأرى الثبات عندهم من سنوات وليس في هذا العام. حقا استشكل علي قول الأخ الكريم لما قال لي الآن، قال يعني أنت الآن 3 أشهر الدورة كل يوم، ما يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم يحتجون بكلام ابن مسعود، يعني كان يتخولنا بالموعظة خشية الملل أو السعم. هذا كلام جيد جدا وهو كلام رصين وموزون، هذا إذا كنت أنا ثابتا معكم. الإشكال أنا أصلا لي وقت معين بأتي وبأسير، فأنا أريد أن أنا اللي بيؤخذ في عام على 3 أيام مثلا في الأسبوع أو على 2 نأخذه في هذه الدورة حرصا على الخير. وإن كانت المسألة فيها مشقة على الإخوة، لكن صراحة الصبر على الطلب هو الذي يغربل حريص على الطلب، لأن حرص الطلب بيظهر في الصبر. يعني الحريص على الطلب بيظهر حرصه على الطلب في صبره، ان هو بيترك كل شيء حتى يستطيع ان يفوز، وبالتالي هو عند الثمرة سيعرف ان هذه المشقة لها ما لها من الحلاوة. عندما يجلس يناقش احد في مسألة العلم ويرى انه بجانبه لا يستطيع ان يقاوم، ويرى ان الذي امامه يناقشه كالجبل الشامخ، فيقول الحمد لله لو 3 أشهر اصبحت 9 أشهر كل يوم لا أترك. أنت حلاوة هذه عندما تجلس حتى مع من تراه مثلا مقدما بين الناس وتناقشه، وترى نفسك حتى كأنك تدانيه في المناقشة، هذه تجعلك ممتلئ. أنت محمد لما كنت تتناقشون مع أي أحد في المناطق الأخرى، إيش اللي كان بيحدث حقا؟ إيش اللي قيل صراحة؟ هي المسألة ليست رياء ولا سمعة، إيش اللي قال صراحة؟ قالوا إيش عنكم؟ يعني قال الإخوة دي هذه اتقنها في الطلب إيه؟ ما في صح كده؟ قال ما رأينا أتقن. ليش؟ هو الآن سعادتك لا يمكن أن تتصورها إلا وأنت تناقش وترى أن الإتقان معك. فهو الحاصل الأخ اللي هو تعب جدا في المصابرة، إيش اللي بيحدث بعد ذلك؟ بعد ذلك بيرى الفارق البعيد بينه وبين غيره، ممكن غيره يكون جلس سنوات، هو بيجلس في مجالس علم، لكن هذه السنوات عندما تجلس معه في مسائل تأصيلية معينة لا تجد عنده شيء. فهذه تجعل الإنسان بعد ذلك يقول كل التعب الذي تعبته وكل المشقة التي تحملتها وكل الصعاب التي أنا حاولت قدر كان أن أزللها ثمرتها الآن، ثمرتها أن تتقن العلم. فهذه فضيلة ليست بعدها فضيلة، من أجل هذه الفضيلة لابد من البذل، يعني حتى تصل إلى هذه الفضيلة فلابد من البذل. فأنا أشكر الإخوة جدا، لا سيما ونحن على مشارف الشهر الثاني أنه ينتهي في الدورة، والإخوة صبرة، وهذا يعني شيء من الحسن بمكان ومن الجودة بمكان، ونسأل الله جل وعلا التثبيت على ذلك وأن يلهمنا جميعا الإخلاص. نعم تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قول المصنف رحمه الله تعالى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن نحوم الحمر الأهلين. نعم، جزاكم الله خير. أنتم ما سمعتونيش أنا قلت له ارجع النكاح الشغال الأسبوع القادم، نكاح المتعة أسد الآن وأهم. طيب، الكلام على نكاح المتعة سنبين مسائله ونبين الفرق بينه وبين الزواج بنية الطلاق. أقول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا من الرجولة بمكان، وكانوا من الشهامة بمكان،
وكانوا من الفحولة بمكان. وكان العرب من دأبهم ألا يطأ الرجل امرأة واحدة. أنت ترى بعض الصحابة جاء للمسلم قال تحتي عشر نسوة، وقال للمسلم أمسك عليك أربع ثم فارق سواهن، والآخر يأتي يقول ست نسوة تحتي. فما من رجل من العرب كان تحته أو يرضى بأن تكون تحته امرأة واحدة. وكانت العرب تشتاق إلى النساء، وكل رجل يحتاج إلى امرأة بجانبه. فلما دخلوا في دين الله جل في علاه وحدث ما حدث من تكالب الأمم على هذه الأمة الإسلامية، أرادوا استباحة البيضة ووأد هذه الدعوة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته في الجيوش التي يجيشها ويبعثها النبي صلى الله عليه وسلم في سفرات كثيرة، والسفر قطعة من العذاب كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا يأخذون المدة الطويلة في السفر، فالمدة هذه الطويلة يشتاق الرجل فيه إلى أنيس، يشتاق الرجل من العرب فيه إلى امرأة. لا سيما ابن عباس وهو يصف الصحابة يقول كنا نعد خيرنا أكثرنا نساء، وما مات أحد من الصحابة على امرأة واحدة. حتى ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه قال لو علمت في مرض موت، لو علمت أنه ما بقي من حياتي إلا يوم واحد ما عشت عزبا، لابد أن أتزوج. وعثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه لما دخل على ابن مسعود في مرضه فخلى به ثم قال له يا أبا عبد الرحمن هل بكرا تذكرك ما مضى، يعني يزوجك بكرا تذكرك بما مضى. ثم روى الحديث المشهور من استطاع منكم الباء فليتزوج. الغرض المقصود فكانوا يحبون النساء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حبب لي من دنياكم الطيب والنساء، من جبله الله على ذلك فقد جبله على ما جبل به نبيه صلى الله عليه وسلم. والله جل في علاه لا تكون يعني لا يفطر نبيه صلى الله عليه وسلم إلا على الخير وعلى الأكمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم رحيم بالأمة، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن حاجة الصحابة عظيمة للنساء، فرحمة بهم أباح لهم المتعة في بداية الأمر. والمتعة أن يواعد الرجل امرأة ويتفق معها على أن يتمتع بها، يتأها يعني على أن يتمتع بها مدة معلومة كأسبوع كيوم كليلة كشهر كشهرين، يتمتع بالمرأة مدة معلومة على أجرة معلومة، مدة معلومة على أجرة معلومة، كما قال ابن مسعود نفسه. يعني هو يقول وقد أباح لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح الرجل منا المرأة على الثوب، وفي رواية على التمر على الدقيق على الدرهم على الدينار. وقرأ قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، فهذا حلال حله النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الشرع أباح النبي صلى الله عليه وسلم لهم المتعة. ثم بعد ذلك لما فتح الله على المسلمين نسخ هذه الإباحة وحرمها في غزوة خيبر، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية ونهى عن نكاح المتعة. ثم بعد ذلك حدثت ضائقة أيضا على المسلمين، وكانت المصلحة ألا يزني أحد، وكانت المصلحة في إباحة المتعة، فأباحها النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية في عام الفتح. ثم بعد ذلك وأباحها أيضا ثلاثا في عام أوطاس وعام الفتح. ثم بعد ذلك نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وحرمها إلى الأبد، حتى أنه قال وإن الله قد حرمها إلى الأبد، إن الله قد حرمها إلى الأبد. هذا بالنسبة للمتعة ومعرفة المتعة وكيف تكون المتعة، أن يواعد الرجل المرأة بمال معين بأجرة معينة. حتى هناك قصة طريفة لصاحب بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الأجلاء، أحدهما كان كبير السن والآخر كان شابا، فنظر إلى امرأة فعرض عليها المتعة، فنظرت المرأة إلى كبير السن فقالت ما تعطي؟ قال ثوبي، وكان ثوبه جديد يعني ما زال لسه، فرأت ثوبه وجدته جديدا، وقالت للآخر ما تعطي؟ قال ثوبي، فوجدت الثوب إيش خلقا يعني انتهى إلى نهايته قديم جدا، فنظرت فقالت لا الثوب الجديد يقدم. ثم كلما نظرت إلى الثوب الجديد نظرت إلى من يلبس ويرتدي الثوب، من رجل كبير لا يستطيع أن يعطيها ما تريد، ونظرت إلى الثوب القديم وجدت شابا، قالت الشاب خير من الثوب القديم، الثوب القديم بالشاب يجوز. فقال صاحب الجليل فقدمتني على صاحبي، لما لصغر سنه. الغرض المقصود بعدها نادى منادي أن السلام قد حرم المتعة إلى يوم القيامة. المسائل العملية أو العلمية للتعلق بهذا الباب مسألتان مهمتان. المسألة الأولى ألا وهي نكاح المتعة، هل يحل أم لا يحل، يحرم أم هو منسوخ أم هو مباح أم هو مكروه،
هذه اختلف فيها العلماء على أقوال ثلاثة. القول الأول الجواز مطلقا، نكاح المتعة جائز مطلقا، وهذا القول تبناه ابن مسعود، وأيضا نقل عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وعن بعض الصحابة، عن جابر أو بعض الصحابة، أن نكاح المتعة مطلقا يجوز. واستدل على ذلك بحديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننكح أو ينكح أحدنا المرأة على الثوب، ثم قرأ قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، ويستدل أنها تحليل من الله جل في علاه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. أيضا استدلوا على ذلك بحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه أنه قد نادى مناد أن أذن لكم رسول الله بالمتعة، وهذا إذن من النبي صلى الله عليه وسلم، دلالة أن قبل ذلك ما كان مأذونا، إذن الإباحة جاءت فنسخت الحرمة. الدليل سلمة بن الأكوع يقول: نادى المنادي فقال: قد أذن لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة. والدليل الأقوى العمدة لهم في هذا الباب حديث جابر، لأن كل هذه الأحاديث يمكن تحتمل ونقول نسخت ولا ما نسخت، أما حديث جابر فصراحة أعجب مما تكون. قال جابر: تمتعنا على عهد، أو تمتع الناس على عهد رسول الله وخليفة رسول الله، يعني على عهد أبي بكر وعمر بن الخطاب، صدرا من خلافة عمر بن الخطاب، حتى نهى عمر بن الخطاب عن المتعة. وهذا من أقوى الأدلة لمن قال بجواز نكاح المتعة وأنه مباح إلى يوم القيامة. قال: تمتعنا، أو تمتع الصحابة، تمتعوا على عهد رسول الله، إذن في عهد رسول الله، ثم قال: على عهد أبي بكر. لو كانت منسوخة لا يصح أن يقول على عهد أبي بكر، لأن النسخ ينتهي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أبي واحد، فقال: وعلى عهد رسول، على عهد رسول الله وعهد أبي بكر، وصدرا من خلافة عمر بن الخطاب. ثم نهى عمر بن الخطاب بعد ذلك عن المتعة، ونهي عمر بن الخطاب لا ينسخ، يبقى إذن للسياسة الشرعية فقط. ولذلك قال ابن عباس: لولا نهي عمر بن الخطاب يعني ما بلغ أحد الزنا بحال إلا الشقي، يعني ما أحد يتجاسر على الزنا إلا الشقي، لأنه عنده باب، هو باب إيش؟ المتعة. قال: لولا نهي عمر بن الخطاب ما وقع في الزنا إلا الشقي، لولا نهي عمر بن الخطاب يعني عن المتعة، ما وقع في الزنا إلا الشقي. وهذا عمدة الأدلة الذين قالوا بجواز المتعة وأنها مباح. القول الثاني، الأول الجواز مطلقا، القول الثاني الحرمة مطلقا، يبقى طرفان ووسط، الحرمة مطلقا. وهؤلاء استدلوا بعمومات وأيضا خصوصات. أما العموم فقد روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن نكاح المتعة إطلاقا عموما، ويبقى العام على عمومه ما لم يأتي مخصص. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة، وهذا نهي عام سواء كان قبل أو بعد، هذا نهي يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم المتعة، لأن الأصل في النهي التحريم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة. وأيضا استدلوا على ذلك بأحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد أذن للمتعة ثم حرمها في خيبر، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه في حديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر نهى عن الحمر الأهلية وعن المتعة. واستدلوا أيضا بعموم إنكار علي بن أبي طالب على ابن عباس، لأن علي بن عباس أفتى بالمتعة في خلافة علي بن أبي طالب، فقال له علي بن أبي طالب: إنك رجل تائه، إن رسول الله قد نهى عن المتعة. وطبعا لا يصح أن تقول أن علي يرتكز، أن علي رضي الله عنه يرتكز على النهي عنده عام خيبر، لا مش ممكن. ليش؟ لأنه يعلم أنها نسخت، هو عاصر هذا مع الصحابة، وكان في عام الفتح وعام عوتاس كان مع الصحابة، فيعلم أن سلم قال ذلك. فإذا يكون إنكار علي على ابن عباس في نهاية التحريم، لا في عام خيبر فقط، في نهاية التحريم. فاستدل على أن علي بن أبي طالب قال ابن عباس: إنك رجل تائه، كيف تقول ذلك وقد نهى رسول الله عن المتعة. واستدل أيضا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث سلمة كما سمعنا في الترجيحات، أن النبي صلى الله عليه وسلم في عام أوطاس نهى عن المتعة، فقالوا إذن المتعة محرمة. وهناك رواية حديث سلمة الجهني أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت قد أذنت لكم، وهذا فصل الخطاب، كنت قد أذنت لكم في المتعة وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة، فمن كان عنده شيء من النساء يعني يتمتع بهن فليخلي سبيلها، فليخلي سبيلها. قال حديث مرة ثانية وهو فيه التصريح، قال: إن كنت قد أذنت لكم
في المتعة وإن الله حرمها إلى يوم القيامة. وهذا تأبيد، هذا تحريم على التأبيد والتصريح، قال وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة. هذا القول الثاني. القول الثالث في هذه المسألة هو القول الصحيح عن ابن عباس، هو القول الصحيح الذي نقل عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. ابن عباس قال المتعة كالميتة، قال المتعة كما نقل الخطابي في معالم السنن عن ابن عباس، وهذا القول السديد. يعني ابن عباس لم يبح المتعة مطلقا، لا قيدها، قال المتعة كالميتة. يبقى ايش كالميتة؟ نقول الميتة متى تحل؟ في كل حين وآن. فالمتعة كالميتة، والميتة لا تجوز لأحد ولا يمكن لأحد أن يستبيح الميتة التي حرمها الله جل في علاه إلا في حال الضرورة، سد الرمق فقط. قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فقال هي كالميتة يعني كالضرورة. إذا كان المرء بين زنا وبين متعة فالأولى أن ينكح المتعة، فلذلك قال للضرورة، قال المتعة كالميتة. وهذا قول الراجح عند ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. أرأيتم الخلاف هناك بين العلماء على أقوال ثلاثة. القول الراجح الصحيح هو التحريم على التأبيد، القول الراجح الصحيح التحريم على التأبيد، والتحريم على التأبيد دلالة واضحة جدا من صريح قوله سلم كنت قد أذنت لكم، ثم قال وإن الله، وحتى أضاف التحريم إلى من؟ إلى الله تصريحا حتى يكون أوقع في القلوب، قال وإن الله قد حرم المتعة إلى الأبد، فتحريم إلى التأبيد، قال وإن الله قد حرم، هذا صريح من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم، واستند للروايات الثلاث، النبي صلى الله عليه وسلم أباحها، كانت مباحة قبل خيبر ثم حرمها في خيبر ثم رخص فيها بعد ذلك عام الفتح ثلاثا كما جاءت الروايات بذلك في عام أوطاس، ثم حرمها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأبد. فإن كان الراجح هو التحريم إلى الأبد، واجب علينا أن ننظر إلى أقوال المخالفين حتى تسلب أدلتنا ونبين الرد عليهم. أما من قالوا بالجواز مطلقا فهذا الكلام هو أضعف الأقوال، هذا الكلام هو أضعف الأقوال. أدلتهم حديث ابن مسعود الذي قال فيه أذن لنا في المتعة أن يتمتع أحدنا بالثوب، ثم قرأ قول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. هذا الحديث صريح في أن السلام أذن، نقول نعم قد أذن ثم حرم، قد أذن ثم حرم، وعندما أذن لك أن تحتج بالآية لا تحرم طيبات ما أحل الله لك، ولكن عندما حرم وجب أن تقف عند قول الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. إذا أذن نعم أذن قبل أن يحرم ثم حرم وقال هي حرام إلى الأبد. أما الحديث الثاني الذي استدل به حديث سلمة بن الأكوع أن سلم نادى المنادي أذن لكم رسول الله بالمتعة، نقول نعم الحمد لله. في الحديث فيه وجهان، الوجه الأول أنها كانت غير مأذون بها صحيح، والثاني أذن لكم وبعد ذلك حرم عليكم، نفس الأمر أذن ثم حرم. أما الحديث الذي لا نستطيع أريد الإجابة من الإخوة، حديث جابر قال تمتعوا على عهد أن نسلم وخلافة أبي بكر وخلافة عمر. الإجابات اللي يرفع ما يجيب ما يتسرع في الإجابة، اللي يعرف يرفع أيضا أيدي ثلاثة. يبقى أنت إذن بتقول بأن العلماء يرجحون قول ابن عباس، هم يقولون كانوا يتمتعون على عهد النبي وعهد أبي بكر وعهد عمر، هذه الحديث التي جاءت تبين أن المتعة مباح، قول ابن عباس هم نسبوه لابن عباس بن مسعود. أيوة حديث جابر دلالة لمن؟ لكلام ابن عباس. الآن أنت لما تطرح المسألة جاءت فيها أقوال، هذه الأقوال لها أدلة، من هذه الأدلة لهذه الأقوال هذه الحديث، طبعا كلامه غلط. ليش؟ لأن أبا بكر نهى عن متعة الحج، فكيف يقول بقى في عهد أبي بكر؟ الآن أنت بتقول حديث صحيح، حديث صحيح كالشمس، أنت بتقول أن هذا عن متعة الحج، خطأ خطأ. ليش؟ لأن أبا بكر كان ينهى عن متعة الحج، يبقى ما يصح، لأنه قال أقر تمتع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر وصدر من عمر. أحسن، ده بداية طريق الحل السديد، دي بداية طريق الحل السديد، نريد بقى الإكمال. أكمل، أحسن، لفوت دفوت. الإجابة أن نقول هذه المسألة التحريم قد ظهر بين الصحابة، لكن بعض الصحابة لم يبلغهم الناس فبقوا على ما هم عليه، ولم يبلغ أبا بكر أنهم يتمتعون، ولم يبلغ صدر من خلفة عمر أنهم يتمتعون، فلما علم عمر أقام عليهم الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم
المتعة ونهى عن ذلك ومنعهم من ذلك. لكن يبقى لنا أن ابن عباس بقي يفتي بذلك إلى آخر حياته، وإن كان بعضهم كان يقول بأن ابن عباس رجع عنها، والصحيح لا، كان يفتي بهذه الفتوى. ولذلك عبد الله بن الزبير بن العوام خطب خطبة بليغة ثم نظر ابن عباس قال ما مالي أرى أقواما. وطبعا هذه تحمل على إيش؟ على الخوف على الحديث، الخوف على السنة، يعني حتى لو كانت فيها شدة على فاضل من الأفاضل فهما من الفضل بمكان، لكن لما يشتد الفاضل على الفاضل أو مفضول بالفاضل، إذا زل الفاضل في مسألة أنه صادم كلام النبي صلى الله عليه وسلم نقول لا ارجع، لابد أن نشد عليك من أجل حفاظا على الشرع والسنة. قام عبد الله بن الزبير فقال مالي أرى أقواما أعمى الله بصيرتهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة. فقام له ابن عباس وهذا في الخطبة قال مالي أراك كالجلف من الأعراب، أو قال مالي أراك عربيا جلفا. فقال فعلها إذا إن شئت وسترى ما سيحدث لك. على إيش؟ على المتعة، يعني فعلها وسترى ما سيحدث. هذا كله من أجل الحفاظ على السنة. فيعني إذا قلنا إن عمر نهى عنها فلابد أن نقول ابن عباس لابد أن يكف، فكيف يفتي ابن عباس؟ فنقول التوجيه والعذر لابن عباس في هذا الباب أنه ما أطلق إباحة المتعة، بل كان يقيسها على الميتة، أن الرجل إذا كان يعني الشبق اشتد عليه وكاد يقع في الزنا فله أن ينكح نكاح المتعة حتى لا يقع في الزنا المتفق عليه. هذه هي المسألة الأولى، ويكون الراجح أن نكاح المتعة يحرم إلى الأبد. المسألة الثانية مسألة مهمة جدا، هل أنا قلت النقل ورد حتى ده ورد أن سعيد بن الجبير قد راجع ابن عباس وقال ألا ترى الناس ماذا يقولون بالأشعار، يعني ألا لنا في فتوى ابن عباس يعني بنكاح المتعة؟ فقال عبد الله بن عباس استغفر الله إن لله وإنا إليه راجعون. لكن قصة عبد الله بن الزبير تبين لك أنه إيش؟ ما رجع. لم يرجع، لكن كان يقيس على الميتة. وأما الرد على قول ابن عباس أنه يقيس على الميتة، قلنا هذا القياس قياس مع الفارق، قياس لا يصح. لما؟ لأن الميتة إذا استطعنا أن نقول الميتة نأخذها في حكم الضرورة لأنه لا بديل عنها، لكن هذا المتعة لها بدائل، منها الصيام، منها الزواج أن يتزوج، منها أن يتسرب الأمة، منها أن يصوم، فإنه له وجاء. وإلا لو كان نكاح المتعة حلال لقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن لم يستطع فعليه بنكاح المتعة، صح؟ لقال بالمتعة، لكن ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، بل قال فعليه بإيش؟ بالصوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فمن لم يستطع فعليه بنكاح المتعة، أيسر على الناس، ما قال ذلك، قال فعليه بالصوم فإنه لا وجاء، فإذا لها بدائل. فهنا القياس قياس مع الفارق، والقياس مع الفارق قادح من قوادح القياس. المسألة الثانية وهي من أهم المسائل، هل نكاح المتعة، فالنكاح المتعة هو النكاح بنية الطلاق أم هناك فوارق؟ النكاح بنية الطلاق أن رجل يتزوج امرأة لكن يضمر في قلبه في ضميره في نفسه ولم يصرح بذلك ولم يشترط في كتاب ولا عند المأذون كما يقولون المكتوب في عقد الزواج أنه سيطلق بعد شهر أو يطلق بعد شهر، لكنه أضمر في نفسه أن يطلق بعد شهر. فنقول نكاح المتعة والنكاح بنية الطلاق بينهما فوارق ولا يستويان، لا يستويان إلا عند الأوزاعي. الأوزاعي يقول نكاح المتعة هو نكاح بنية الطلاق هو نكاح المتعة، هما سواء، فهو زنا، وأيضا على المرأة أن يقام عليه الحد كما سنبين. هذا قول الأوزاعي. أما قول الجماهير فيفرقون بين نكاح المتعة والنكاح بنية الطلاق على أن نكاح بنية الطلاق على الجواز، والفوارق كثيرة كما سنبينها. أولا النكاح بنية الطلاق لا بد فيه من ولي وشهود عدل، وليس كذلك نكاح المتعة. نكاح المتعة لا يشترط فيه لا ولي ولا شهود عدل. الثاني النكاح بنية الطلاق لابد لمهر يسمى يؤخذ كاملا إما مقدما أو مؤخرا، وأما نكاح المتعة أجرة وليس مهرا، أجرة تأجير الاستمتاع بالفرج. الثالث نكاح بنية الطلاق يمكن أن يستدين، يقوم على نفس قدم وساق النكاح، استدامة الأسرة المسلمة، فله الاستدامة. فإن كان له الاستدامة فقد فارق نكاح المتعة، لنكاح المتعة معروف أنه مؤقت، بعدما ينتهي التأقيت يحدث الفرقة. أما نكاح بنية الطلاق تزوج رجل امرأة وانتوى أن يطلقها بعد شهر أحبه
له أن يستديم معها إلى النهاية، أنجب منها ولدا فأحب ذلك فاستدام معها. فإذا الفارق الثالث النكاح بنية الطلاق له الاستدامة، وأما نكاح بنية المتعة ليس كذلك. الرابع، الولد في نكاح بنية الطلاق ينسب لأبيه ويرثه، يحدث التوارث بينهم، وليس كذلك نكاح المتعة، لا توارث ولا نسبة ولا شيء. الخامس، النكاح بنية الطلاق جاء الشرع بإباحته لأنه قد توفرت الشروط والأركان، وجود الولي والشهود والإجاب والقبول، وأيضا وجود المهر المسمى. أركان العقد وشروطه قد توفرت، فقد إذا توفرت الأركان والشروط فقد جاء الشرع بإيش؟ بإباحته، هذا صحيح. أما المتعة فقد جاء الشرع مصرحا بإيش؟ بتحريمه. ونحن نفرق بين ما فرق الشرع بينهم، فرق الشرع بين نكاح بنية الطلاق ونكاح المتعة، ونحن نفرق بينهما. فهذه فوارق كثيرة تبين لنا الفارق بين نكاح المتعة وبين نكاح بنية الطلاق. فنقول النكاح بنية الطلاق يصح، وأما نكاح المتعة لا يصح، يحرم. وكلام الأوزعي كلام ضعيف للفوارق الخمسة أو الستة التي بيناها. فإذا تزوج الرجل بنية الطلاق قلنا هذا خلاف الأولى، وزواجك ونكاحك صحيح. وأعدل الأقوال في ذلك قول الإمام مالك، قال ليس أحد له مروءة يفعل ذلك، قال ليس من المروءات أن يفعل المرء ذلك، يعني يتزوج بنية الطلاق. ليش؟ لأنه السلام قد قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من منا يحب أن ابنته أو أخته أو أمه يتزوجها رجل ليتمتع بها شهرا وبعد ذلك يرميها؟ ما أحد يرضى على نفسه ولا على أهل بيته ذلك. فلذلك قال الإمام مالك ليس من المروءات أن تفعل ذلك ببنات الناس، وهذا صحيح. لكن هذا المخرج مخرج جيد للذين يسافرون في بلاد الغرب ويخشون على أنفسهم من الزنا والوقوع في الحرام، وعندهم دراسة، الأمة تحتاج هذه الدراسة، فقد كفى الأمة مثل هذه الدراسات فذهب يتعلم هذا العلم وخشى على نفسه الزنا. نقول له تزوج بنية الطلاق، تزوج امرأة تعلم أنها لا تنجب مثلا، تزوج بنية الطلاق، إن وصل حبها قلبك وإن رأيت أن الإسلام تأثرت به وأنها دخلت الإسلام قد فزت بالخيرين، وإلا إن بقيت على ما هي عليه من التسيب مثلا والتنزل فلك أن تطلقها بعدما تعصم نفسك من الفتن. فتكون هذه فتوى جيدة لمن يحتاج إلى مثل هذه المسألة. بإذن المسألة الثانية، النكاح بنية الطلاق، نكاح بنية الطلاق يفارق نكاح المتعة وهو صحيح. يبقى لنا الفوائد المستنبطة. الفائدة الأولى من السنة أو قل من الفضائل حب النساء، وهذا صحيح، إن الصحابة كانوا يحبون النساء، وقد جبل الله النبي صلى الله عليه وسلم على حب النساء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله، وقال الله الله في النساء فاتقوا الله في النساء. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه عمر وهو يحسب أنه قد طلق نساءه فوجد الحصير قد تعلم على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله أنت تنام على الحصير وكسرى وقيصر يعني على الكفر ينامون على الحرير، فقال يا عمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ ثم تبسم النبي صلى الله عليه وسلم لعمر عندما قال حسبت أنك طلقت نساءك، فبين له أنه لم يطلق، فقال له يا رسول الله، يتجاذب أطراف الحديث، يا رسول الله كنا معاشر المهاجرين نركب نساءنا، يعني كلماتنا تسير على رقاب النساء، ما أحد ما في امرأة تستطيع أن ترفع عينها في الرجل وتتكلم معه. لما جئنا إلى المدينة وجدنا إخواننا الأنصار، من الذي له الكلمة؟ قال النساء. فلما قال ذلك عمر بن الخطاب ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم ابتسامة عريضة، وابتسامة النبي ابتسامة إيش؟ إقرار. ولذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني منع الضرب، لما منع الضرب جاءوا يشتكون الرجال زائر النساء، زائرنا النساء، استأسد النساء في البيوت. فالحاصل أن كان معاشر الأنصار يجعلون يعني المساحة أعلى للنساء، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وهنا ترى أن السلام يعلم حب الرجال، حب الصحابة للنساء، فأباح لهم الشرع أولا بنكاح المتعة ثم حرمه لما فتح الله عليهم البلاد والعباد. الثاني، الفائدة الثانية، الأصل في النهي التحريم، يعني في صحيح مسلم مطلق نهى رسول الله عن المتعة وأنكر كل من علم أن أحد يفتي بالمتعة أنكر عليه بهذا، نهى رسول الله. فإذا الأصل في النهي التحريم، وهذا قد بيناه مفصلا قبل ذلك كثيرا. الثاني، الشريعة الغراء تدور مع المصلحة حيث دارت،
وتحكم على الناس بما يكون مصلحة له، تدور مع مصلحة العباد حيث دارت. أترى الشرع قد ما حرم الخمر لأن الناس كانوا يتعلقون بها وأمالهم فيها، فكان يرغب ويراهب، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهم، وبعد ذلك أيضا يبدأ في التدريج في التحريم، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ثم حرم. نفس الأمر كان الرجال لا يجدون مالا يتزوجون به فأباح المتعة ثم حرمها ثم أباحها، ثم بعد ذلك لما فتح الله البلاد والعباد على الناس جاء التحريم الجازم من النبي صلى الله عليه وسلم على المتعة، وهذه دلالة على مقاصد الشريعة وأنها تدور مع مصالح العباد. من رابع، نعم، اختلاف الصحابة لا يكون لأحد حج على أحد، لا يكون لأحد حج على أحد. اختلف ابن عباس وعلي بن أبي طالب، اختلف علي بن أبي طالب وابن عمر، اختلف ابن عباس وابن مسعود عن علي بن أبي طالب، لا حجة لأحد على آخر إلا بالقرائن المحتفة أو من أصاب الدليل منهم. مع أننا نقول تخصيصا إذا كان الخلاف مع أحد من الأئمة الأربعة فالأولى تقديم الأئمة الأربعة، الخلفاء الأربعة يعني أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، لقول الإنسان تنصيصا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، لا سيما إن كان المخالف له يخالفون أبا بكر أو عمر، لقول الإنسان اقتدوا بالذين بعد تخصيصا أيضا أبي بكر وعمر. خامس، صحة الإجماع بعد الخلاف، وهذا الذي يحتج به المتأخرون على أن مسألة نكاح المتعة محرمة بالإجماع، لأن الخلاف عنا حتى نهى عمر، فلما نهى عمر اجتمع الصحابة جميعا على إيش؟ عليه. فالإجماع بعد الاختلاف نقول يقع، وهذا مثال له.